وفريق طلاب جامعة حلوان قدر أنه يفوز بالمركزين الأول والتاني على مستوى العالم خلال فعاليات يوم المخترعين اللي تم إقامته في تايلاند بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا. طبعا ما فيش شك، حاجة تشرف. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بسيادتك. وأهلا بالسادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. طبعا كل مصر كلها فخورين بحصول 2 من الطلاب على هذه المسابقة والاشتراك فيها طبعا، لكن عايزين نفهم أكتر طبيعة الاشتراك كانت عاملة إزاي، المسابقة كانت عاملة إزاي، عشان نقدر في النهاية إن احنا نحصد المراكز الأولى فيها. هو الفريق العمل دايما كلية الهندسة عندنا في جامعة حلوان كلية سباقة وبتشترك في مسابقات عالمية بصفة دايمة وبتحقق مراكز. لما جاء معالي الوزير الدكتور سيد قندير رئيس الجامعة ادى اهتمام أكتر بالأنشطة الإبداعية وشجع ولادنا في كلية هندسة، ففي فريق أحد الفرق المبدعة فريق اسمه إنجاد، إحنا تأسس سنة 2012 بشغلته إنه بيجيب حلول هندسية للمشاكل الصناعية اللي موجودة في المجتمع وتحول المجتمع لمجتمع تكنولوجي. فكان عندي اللي خد المركز الأول مشروع مهم جدا، كان أنت عارف معاليك إن التكنولوجيا في مصر دايما مهمة في العملية الصناعية، وعايزين دايما نحدث المجتمع والاهتمام بالصناعية في ظل القيادة السياسية مهتمة بالتطوير الصناعي ونجم التكنولوجيا. فدي حاجات مرتفعة التكلفة ويمكن مشاكلها مش في الثمن الأول ليها، لكن خدمات ما بعد البيع أحيانا بتبقى مش متوفرة أو بيبقى فيها مشاكل فبتأثر على التكنولوجيا. فأولادنا فكروا إزاي يساهموا في حل المشكلة دي ويبقى حل ذاتي من داخل المجتمع المصري بولاد المجتمع المصري المبدعين. فعملوا روبوت صناعي 6 محاور بيقوم بشغل ماكينات كبيرة صناعية كبيرة جدا، سواء في الانتاج الكمي او الكيف اللي بيشتغل والاشكال المعقدة اللي بيعملها، وده بيعمله يمكن بدقة وكفاءة عالية جدا وجربت، ودي اللي فازت بالمركز الاول في المسابقة، ودي ان شاء الله تلاقي اهتمام مننا وتنشر ان شاء الله في المجتمع المصري ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور، اذا حبيت نتكلم على المشروع الثاني او نعلق على ده سريعا يا ريت. اتفضل. المشروع الثاني، احنا عندنا دلوقتي بقى التخلص من النفايات البلاستيكيه مهم جدا، بنعمل لها اعاده تدوير. في جزء منها صعب جدا اعاده تدويره وبيكلف الدوله بقى عشان تعدمه تكلفه عاليه جدا اقتصاديه وبيئيه، عشان بيحتاج بيدفن بطريقه معينه ونتخلص منه عشان ما يعملش مشاكل صحيه في المجتمع، واحنا عارفين الاهتمام بالبيئه. فعملوا مشروع البلاستيكات دي بيحولها لبديل لوقود بديل بدل الوقود الاحفوري اللي احنا بنستخدمه. فدي كل نفايات البلاستيك اللي غير مستخدمه في التدوير بدينا نحولها لوقود، وده استغلال لكل امكانيات المجتمع وعمليه تدوير المخلفات واخلافها. ده طيب المشروع الثاني اللي فاز المركز الثاني. هايل اكيد. طيب دكتور احمد، يعني الحقيقه انه حابين نتعرف من حضرتك اكتر عن اختيار الطلاب المشاركين في المسابقه ونعرف برضو اسمائهم، لانه من حقهم علينا كمان ان احنا نحتفي بيهم ونبارك لهم. والله الاسماء يمكن عشان انتوا كده فاجئتوني امبارح بالقريب قوي، لكن انا ممكن نبعت الاسماء. لكن طلابنا طلاب من كليه هندسه المطريه، ليس جديد على هندسه المطريه هذا الامر، لكن قبل كده اشتركوا في مشروعات كثيره جدا، طلاب مبدعه في فرق دراسيه مختلفه. اختيارهم تم على اي اساس يا فندم؟ يعني اختيار الطلاب اللي شاركوا في هذه المسابقه، هم عارفين اول ما بيجوا الطلبه الانشطه الطلابيه على طول بتكتشف الابداع المبدعين يعني. بنعلم في رعايه الشباب عن الطلاب اللي عندهم مشروعات او ابداع وكده، اول ما بيتقدموا بيتم تكوين الناس اللي بيبقى لها نشاط موحد في مجموعات بتسمى ويعلن اسم المجموعه دي اللي هي الفريق ده فريق انجاد احنا، ده موجود من 2012. فالولاد مشروع انجاد احنا هو اهدافه ايه؟ بيعمل ايه؟ فالشباب الجديد اللي عنده نفس الافكار بتاعته بيتقدم ليه، لان في اكتر من فريق في الكليه يعني. عظيم. فكان ده البدايه بتاعه المشروع، وبعدين لما بيحتاجوا كل المصروفات بتاعتهم والتجارب والمواد اللي عايزينها الجامعه بتوفرها كامله،
لغايه ما بنوصل اللي احنا عاوزينه عشان نوجد حلول لمشكلات المجتمع اللي احنا عايزينه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد عليق مستشار رئيس جامعه حلوان للانشطه الطلابيه والجامعيه، شكرا لحضرتك يا فندم.